زكاه وقف تمويل اصغر مفاهيم ماليه معده للمعاملات الاسلاميه تحتاج في بعض الاحيان الى تفسير لتداخلها وغموضها لدى البعض هذه المفاهيم تداولت ضمن افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول الماليه الاسلاميه الذي انتظم بصفاقس ببادرة من كليه العلوم الاقتصاديه وتصرف بصفاقس وبالتعاون مع البنك الاسلامي للتنميه والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بجده هذا الملتقى الثاني للماليه الاسلاميه بمدينه صفاقس يفتح نافذه جديده في مجال البحث العلمي وفي مجال ايضا اقتباس الكثير من النماذج التنمويه من خلال ما يوجد في كتب الفقه الاسلامي وكذلك ما يوجد في تجارب بلدان اخرى. وسائل يمكن ان تقدم اضافه في معالجه الفقر والبطاله حسب بعض المختصين وان تلعب دورا هاما في الحد منها. كل تجربه جديده لابد ان تكون فيها ايجابيات وسلبيات ولكن قوه التجربه في الاستفاده من السلبيات لتجاوزها وليس في القضاء على التجربه من الاصل. لا محاله ان الاحصائيات التي نشرت في السودان مثلا تبين ان صندوق الزكاه قام بمشاريع اجتماعيه ومشاريع اقتصاديه هامه جدا ولكن قد ينشا اثناء التطبيق بعض الاشكال وهذا يدعونا الى مراجعه التجربه باستمرار لتكون التجربه بعد ذلك خاضعه لعملية التقويم وعملية التطوير والبحث عن بدائل باستمرار، إذا ملكنا الفقير وسيلة إنتاج أو إذا شغلنا الشباب نكون قد قضينا على ظاهرة هي ظاهرة الفقر والتسول ونحقق كرامة الإنسان وننشر أيضا قيمة العمل. وننشر ايضا الكرامه للجميع. تجارب عديده في العالم الاسلامي مثل التجربه الماليزيه والسعوديه والمغربيه اثبتت نجاعه وقدره مؤسستي الوقف والزكاه في المساهمه في ايجاد مجتمع متماسك من خلال مساعده الفقراء وبعث مشاريع للحد من ظاهره البطاله بمعايير ومنتجات الماليه الاسلاميه. كيف يمكننا ان نمكن الفقراء اقتصاديا لكي يصبحوا مساهمين في التنميه بكل بكل مكوناتها فالعرض تبعي سيكون حول هذا الموضوع وكيف يمكن للماليه الاسلاميه انها تساهم في هذا الموضوع في انها تمكن الفقراء وتمكن الشباب العاطل خريجي الجامعات او الذين لهم خبره في ان يساهموا في التنميه وان يكونوا ذو اصحاب مشاريع سواء صغيره او متوسطه او حتى كبيره يكون لهم دور في انجازها بالاضافه الى انها ساهمت في الرفع معاناه الفقراء وفي مساعدتهم اجتماعيا قدمت ايضا كما هو الحال في صندوق الزكاه ب بالسودان والذي رايت ان فيه عرض حول هذه التجربه قدمت ايضا تجارب في كيف يمكننا ان ننقل الفقير من الفقر الى الغنى ومن الاتكاليه الى الانتاجيه. رؤيه اسلاميه لمعالجه مظاهر الفقر والبطاله من خلال نماذج دول انتهجت هذه الطريق تجربه لها خصوصيتها في كل بلد وهذا الملتقى يعرض امام الحاضرين من مختصين وخبراء ومؤسسات ماليه وبنكيه مفاهيم المعاملات الاسلاميه وتاسيس صندوق تونس للزكاه له من الخصوصيه والضمانات ما قد يملا الفراغات والمشاكل التمويليه والتنمويه